السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم جديد في قناة حلوياتهم ملحات. اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله مع وصفة جديدة من بعد غياب طويل. اليوم جبت لكم طريقة عمل غريبة بالكاوكاو او معلكة الكاوكاو، سهلة جدا في التحضير ديالها، اقتصادية ورائعة جدا. كتجينا هشيشة ومعلكة في نفس الوقت. فيبغوا تعرفوا المقادير وطريقة التحضير خليكم مع الفيديو، كنتمنى لكم فرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله، أول حاجة خديت نص كيلو من الكاوكاو الصغير الحمر، خديته وحمرته وطحنته مزيان حتى ولا على هذا الشكل هذا، وضعته في إناء وغادي نضيف عليه كاس إلا ربع من السكر سنيدة، ما يعادل تقريبا 100 غرام. ثم غادي نضيف عليهم 3 ديال الحبات ديال البيض يكونوا متوسطين الحجم، غادي نضيف رشة ملح، وغادي نضيف نضيف كيس ونص من الخميرة الكيماوية ما يعادل 11 غرام تقريبا. ثم غادي نضيف 2 معالق كبارين من الزبدة، واكيد داك الرشه ديال الملح باش كتساوي لنا المذاق ديال الحلوه. ثم غادي نضيف ملعقه كبيره من الجليكوز، الا ما متوفرش الجليكوز ممكن تعوضوهم ب2 معالق كبارين من الكونفيتير ديال المشمش اللي خاص بالحلويات اللي كيكون جاري ما يكونش فيه القطع ديال الفاكهه. من بعد كنبدا كنخلط جيدا هاد العناصر هادو مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على عجينه اللي تكون هي لينه، تكون كتلصق لنا باليد. الا شفتوا بان العجينه ديالكم جاتكم قاصحه اولا الخليط جاكم قاصح، غادي تضيفوا صفار بيضه اولا ممكن تضيفوا تاخذوا بيضه تضربوها وتبداو تضيفوها شويه بشويه حتى تشوفوا بان داك الخليط ديالكم عندكم هكا شويه جاري وكيتلصق لنا باليدين بهذا الشكل هذا. من بعد خليته يرتاح تقريبا 10 ديال الدقائق، ثم بديت كنشكلوا كويرات على هذا الشكل وكنحطهم مباشره في سكر كلاصي اولا سكر سبيسيال او السكر ناعم. فالحجم ديال الكويرات نتوما اللي غادي تختاروه، يعني الا بغيتوا الغريبه تجيكم كبيره اولا تجيكم صغيره. فمن بعد كنحاول ما امكن انني نغطي جميع الكويرات من جميع الجوانب ديالها، غادي نغطيهم مزيان بسكر كلاصي. على هذا الحساب هذا انا كنت في الخليط درت فقط كاس الا ربع من السكر، ما بغيناش نكثروا لحقاش من بعد كنزيدوا نفندوها مزيان في سكر سبيسيال. فكيف ما لاحظتوا كنفندها مزيان في داك السكر كلاصي وانا كنكورها بين يديا، ثم كنبسطها واحد شويه كنبسطها غير بيديا وبواسطه سكين كنبدا كنقش فيها. الا بغيتوها تجيكم هكا منقوشه ومزينه، ما بغيتوش فممكن تكتفيوا بها كيف ما هي هكاك. فعمليه الزين كيف ما لاحظتوا فهي جدا بسيطه وجدا سهله، فقط كناخذوا داك الكويره كنفندوها مزيان في سكر سبيسيال، من بعد كنبسطوها من بين الايتشي شويه وكنبقاو نقشوا بها على هذا الشكل هذا. حنا كندوروا الحلوه بين يدينا وحنايا كنفلحوها شويه بالسكين، غير هو السكين خاصو يكون ماضي شي شويه باش يساعدكم، او ممكن كذلك صوبوها بالمعلقه الصغيره، يعني ديروا التزيين بالمعلقه الصغيره وبجوجهم تيجي التزيين زوين. بالنسبه للمبتدئات فانا كنصحهم يعملوا المعلقه الصغيره، فهي سهله على بانهم يديروا داك التزيين بالسكين. فكيف ما لاحظتوا هذا هو الشكل ديالها، كتجينا محفره هكا في الوسط وفي الجناب تجينا مشنفه ومشققه. فصافي غادي نكمل بنفس الطريقه جميع الكويرات اللي عندي، من بعد غادي نحطهم انا كنصوبهم وانا تنحطهم فلاطة مغلفه بالبابي سولفوغيزي باش هكا نتفاداو الالتصاق ديال الغريبه ديالنا. فمن بعد ما كنتهم تشكيل جميع الوحدات ديال الغريبه ديالي اولا جميع الكريات، كناخذ هكا انصاف من القرقع اولا جوز، وكنحاول في كل حفره اولا في كل ثقب غادي نوضع نصف قرقعه اولا طريف اولا المهم على حسب نتوما المتوفر عندكم. ممكن توضعوا كذلك كاوكاوه هكا في الوسط اولا ممكن اللوزه، يعني نتوما لكم حريه الاختيار. فكندخلهم انا الفران، كندخل هاد الغريبه هادي الفران مسخنه من قبل على 180 درجه، كندخلها للفوق حتى كتشقق لي. فمن بعد ما تتشقق كنهبطها لتحت وكنخليها تكمل الطياب ديالها، ما نخليوهاش تحمرنا فخصنا نخرجوها مازال هكا بيضه. فمن بعد ما تنخرجوها كيف ما لاحظتوا راه تتشقق لنا مزيان، غادي نخليوها في اللاطه حتى ترتاح وتبرد تماما، عاد نهزوها تنو لهزيناها وهي هكاك مازال سخونه فكلها غادي تفرتت وتهرس. فكيف ما شفتوا هذه هي الغريبه ديالنا هكا جات، كنتمنى انها تنال اعجابكم. ما تنساوش كالعاده تدعموني بلايك، تشتركوا بالقناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، بارطاجيو الفيديو كذلك مع اصدقائكم. شكرا لكم على حسن المتابعه، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه، السلام عليكم.